أنقل رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف في قضية التطبير بكل وضوح وبكل صراحة، نعم، وأقول لجميع المؤمنين، لأن كما نعلم في العالم الإسلامي هناك يعني مرجعيتان كبيرتان، وهما مرجعية سماحة الإمام السيد علي الحسين الخامنئي دام ظله الشريف، وأيضا مرجعية سماحة السيد السيستاني السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف. وأحب أن أكرر هذه العبارة: السيدين العليين الحسينيين الخامنئي والسيستاني دام ظلهم الشريف يجمعان على تحريم التطبير، وأقولها بالفم الملآن وأقولها بكل وضوح بعيدا عن أي مجاملات، هذا الرأي هو رأي هذين المرجعين الكبيرين بأن التطبير في الوقت الراهن حرام شرعا، لأنه فيه توهين للدين وللإسلام، وفيه أيضا تضعيف للشعائر الحسينية، وكل من يطبر في الواقع هو يقوم بتضعيف للشعائر الحسينية. هذا هو رأي المرجع سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف، ويمكن لأي أحد أن ينقل عني هذا الرأي. يعني هو رأي سماحة السيد الخامنئي معلن. نعم، واضح. نعم. ولكن بالنسبة للسيد السيستاني هناك يعني بعض الأسئلة والإثارات حول لماذا لا يذيع رأيه حول هذا الموضوع. طبعا هناك ظروف، هناك أسباب، ولكن أنا أقولها. نعم. وأمام الله عز وجل وأشهد الله على ما أقول. نعم. بأن رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف هو حرمة التطبير. نعم. وهذا كلام واضح وصريح، وأنا أتحمل كل المسؤولية في نقل رأيه دام ظله الشريف.